بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم دائما إلى برنامجكم كيف ترصد السماء، وأرحب بكم إلى هذه الحلقة الجديدة وهي بعنوان الاقتران. حلقتنا هذه واحدة من 4 حلقات يجمعها موضوع أساسي هو رصد الأهلة، وفهم الاقتران مدخل أساسي للإحاطة بهذا الموضوع وفهمه. القمر جرم سماوي مظلم معتم بارد، وضوءه الذي يجلو ظلمة الليل البهيم إنما هو انعكاس ضوء الشمس عن سطحه، فبانعكاس الضوء عن القمر نراه على أحواله هلالا وتربيعا وبدرا، ثم تربيعا فمحاقا حتى يعود ويستتر مرة أخرى قبل أن يعيده خالقه هلالا جديدا. أما القمر في ذاته فلا يشع أي ضوء من نفسه، يعود القمر هلالا جديدا بعد الاقتران، ولهذا كانت معرفة الاقتران ووقته الأساس في رصد الأهلة. بعد الاقتران يكون الهلال كالقوس صغيرا دقيقا، ثم يكبر ليلة بعد ليلة حتى يكتمل بدرا، ثم يعود وينقص ليلة بعد ليلة كلما اقترب موعد الاقتران الجديد. يحصل الاقتران عندما تقع الأرض والقمر والشمس على مستوى واحد. إن أي جرمين يسبحان في أي فضاء يقعان على مستوى واحد، ككرتين على أرضية ملعب، هذه الزرقاء وتلك الصفراء وهذه الكرة الثالثة بلونيها الأبيض والأسود، تشارك الكرتين وجودهما على هذا المستوى لحظة ارتطامها بالأرض فقط. ولنتخيل أننا عدلنا وضع الكرتين مع المستوى الذي تشتركان فيه ليصبح المستوى عموديا، ثم أزحنا الأرضية ثم دفعنا بالكرة الثالثة بينهما، فإنها ستكون معهما على مستوى واحد لحظة مرورها حيث كان المستوى موجودا. للقمر جانبان، جانب مضيء يواجه الشمس في كل وقت، وجانب مظلم يواجه الجهة الأخرى من الشمس في كل وقت. فإذا كانت الأرض والقمر والشمس بهذا الترتيب على مستوى واحد، فإن الجانب المضيء من القمر سيكون باتجاه الشمس، لأن القمر كما أسلفنا ليس مضيئا بذاته، وإنما يعكس ضوء الشمس، والجانب المظلم من القمر باتجاه الأرض. وحيث أن هذا الجانب من القمر مظلم تماما فلا يمكن رؤيته من الأرض، وعندما يتحقق هذا الوضع يتحقق الاقتران. يدور القمر حول الأرض من الغرب إلى الشرق، فإذا تحرك القمر إلى جهة الغرب في دورته بعد الاقتران، فإن زاوية تبدأ بالتشكل بين الشمس والقمر والأرض، وبتغير قياس الزاوية بين الشمس والقمر والأرض يتمكن الناظر من الأرض من رؤية جزء من سطح القمر المنير والذي يعكس ضوء الشمس، ويكون خطا رفيعا دقيقا مقوسا هو الهلال الجديد. لنعد الآن إلى مثال الكرات الثلاث، الكرة الصفراء والزرقاء وذات اللونين الأبيض والأسود. سنقف عند الكرة الزرقاء تماما، نشاهد الآن الكرتين الصفراء وذات اللونين من جهتها السوداء، وسنغير الآن لون الخلفية بحيث لا نرى إلا الكرة الصفراء. نبدأ الآن بتحريك الكرة ذات اللونين إلى جهة الشمال، لاحظوا ظهور الجزء الأبيض من الكرة ذات اللونين،
ولاحظوا ماذا يحصل عندما تتحرك الكرة ذات اللونين أبعد ثم أبعد عن مستوى الاقتراب الذي كانت عليه مع الكرتين الأخريين. لنبدأ متابعة القمر من اقتران إلى آخر ونرى المراحل التي يمر بها. في هذه المرحلة الأولى كما ذكرنا تكون الأرض والقمر والشمس على خط مستقيم واحد أو مستوى واحد، يتحرك القمر ويدور حول الأرض من الغرب إلى الشرق، وفي حالة الاقتران لا يمكن أن نرى من القمر شيئا لأن الجهة المضيئة منه تكون باتجاه الشمس، بينما الجهة المعتمة تكون باتجاه الأرض. لنأخذ الآن حركة القمر حول الأرض ونقسمها إلى أربعة أجزاء، في كل جزء يتحرك القمر ربع دورته حول الأرض، فبعد تحركه لمسافة ربع دورته حول الأرض يشاهد القمر تربيعا من الأرض، وذلك أننا نرى نصف نصفه المضيء فيظهر لنا ربعه. وإذا تحرك القمر ربعا آخر من دورته فإن جانبه المضيء والمواجه للشمس سيصبح مواجها للأرض ومرئيا منها بالكامل. وهنا تقع الشمس والأرض والقمر على مستوى واحد عندما يكون القمر بدرا تاما تماما، إلا أن ترتيب الأجرام الثلاثة قد اختلف، ويتابع القمر دورته حول الأرض ليبدأ طرف من جزئه المظلم يحتل مكانا في قرصه الظاهر لنا من الأرض، ويتابع القمر دورته لنرى الآن نصف نصفه من الجهة الأخرى فيكون على شكل تربيع ثان، ويتابع القمر إتمام دورته حتى يعود إلى وضع الاقتران مرة أخرى. الاقتران إلى الاقتران يكون في 29 يوما ونصف تقريبا، ودورة القمر النجمية حول الأرض تكون في 27 يوما وثلث تقريبا. وسبب الفرق هو حركة الأرض ودورانها حول الشمس وسحبها تابعها القمر معها، فيحتاج القمر إلى فترة إضافية بحدود يومين ليكمل دورته ويكون في وضع الاقتران مرة أخرى. قلنا أن الاقتران يحصل عندما تكون الأرض والقمر والشمس في مستوى واحد، فماذا يحصل إذا كانوا جميعا في مستوى واحد وعلى خط واحد؟ لنعد الآن إلى مثال الكرات الثلاث. هذا هو المستوى، وهذه الكرات الصفراء وذات اللونين الأبيض والأسود والزرقاء، إنها على مستوى واحد، ونحرك ذات اللونين لتصبح جميعا على خط مستقيم واحد، ونتحرك لنقف عند الكرة الزرقاء، ومن هنا لا نستطيع أن نرى الكرة الصفراء، لقد حجبتها الكرة ذات اللونين فلا نستطيع أن نراها. إذا كانت الأرض والشمس والقمر على مستوى واحد يحصل الاقتران، أما إذا كانت هذه الأجرام الثلاثة على خط واحد في ذلك المستوى فعندها تكسف الشمس، لأن القمر أصبح أمامها يقطع خطها المباشر مع الأرض، والكسوف قد يكون كليا، وقد يكون كسوفا جزئيا، وقد يكون كسوفا حلقيا، ويعتمد ذلك على مقدار استقامة هذا الخط الذي يجمع هذه الأجرام الثلاثة مع بعضها بعضا، ويعتمد كذلك على موقع الراصد من الأرض. ولا بد أنكم الآن أخذكم التفكير إلى الجهة المقابلة وتتساءلون،
حيث تكون الشمس والأرض والقمر بهذا الترتيب على خط واحد، فماذا يحصل؟ والجواب نعم، سيخسف القمر، لأن ظل الأرض سيقع عليه وتمنع الأرض عنه ضوء الشمس، فيصبح جانبه المضيء معتما باردا. والكسوف لا يحصل إلا عند الاقتران، كما أن الخسوف لا يحصل إلا عند تمام البدر، وبتمام البدر تبدأ مرحلة النقصان مرة أخرى في مساحة قرص القمر الظاهر لنا من الأرض. قال الشاعر: لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطول العيش إنسان. ومما يلفت الانتباه عند حصول الكسوف أو الخسوف التقارب الظاهري في حجم القمر والأرض والشمس، وهو الأمر الذي يزيد الانتباه إليه، اشتراك هذه الأجرام في ظاهرة سماوية في تلك اللحظة. فقد نفهم أن يغطي ظل الأرض القمر في حال خسوفه، فهي أكبر منه، ولكن كيف للقمر بحجمه الصغير أن يغطي وجه الشمس التي يبلغ حجمها أكثر من 160,000 مرة حجمه؟ فقطر الشمس حوالي 1,400,000 كيلومتر، بينما قطر القمر 3,476 كيلومتر. يبعد القمر عن الشمس بحدود 150 مليون كيلومتر. فلو كان البعد بين الشمس من جهة والأرض والقمر من جهة أخرى كالبعد بين سلتي الهدف في ملعب كرة السلة، لكان حجم الشمس كحجم كرة السلة تقريبا عند أحد طرفي الملعب. ونتحرك الآن سابحين إلى الجهة الأخرى من ملعب كرة السلة، حيث الكرة التي تمثل الأرض وتلك التي تمثل القمر. فسنجد أن الكرة التي تمثل الأرض لا يزيد حجمها عن حجم حبة عدس تقريبا تمثلها خرزة زرقاء في الجهة الأخرى من الملعب، تدور حولها خرزة أصغر منها بحجم حبة الرمل تمثل القمر. ثم نجعل الخرزة الصغيرة التي تمثل القمر بين الأرض وبين الشمس، وشاهدوا الآن كيف أن الخرزة الصغيرة يبدو حجمها وكأنه يساوي حجم كرة السلة الكبيرة التي تمثل الشمس. وإذا قارنا أحجام هذه الأجرام الثلاثة وكانت على مسافة واحدة تقريبا، فستبدو لنا كما نراها هنا. وبما أننا فتحنا الباب للحديث عن المسافة وفروق الحجم، فلنتحدث شيئا عن سرعة الضوء، وهو يقطع المسافة من الشمس إلى الأرض في أكثر من 8 دقائق بقليل. فعلى الرغم من سرعة الضوء الهائلة والتي تبلغ حوالي 300,000 كيلومتر في الثانية، فإن الضوء سيبدو يتحرك مقارنا مع الفضاء الذي يقطعه كما يتحرك هذا الخط الأصفر، يقطع المسافة بين الكرة التي تمثل الشمس وتلك التي تمثل الأرض على خلفية ملعب كرة السلة. يحدث الاقتران ويقاس ويعطى وقته في زماننا هذا بالإشارة إلى الساعة بتوقيت غرينتش، وهو التوقيت العالمي. فإذا حصل الاقتران عند الساعة 11:30 من يوم الأحد، تكون الساعة عندها في مكة المكرمة 2:30 بعد الظهر من نفس اليوم الأحد. ولو افترضنا أن الشمس ستغيب يومها في مكة المكرمة 6:00 مساء، فهذا يعني أن القمر والشمس سيغيبان بعد الاقتران بحوالي 3:30. أما في كاليفورنيا فإن الساعة كانت عند حصول الاقتران 3:30 من فجر نفس اليوم الأحد. ولو افترضنا أن الشمس ستغيب في كاليفورنيا
في الساعة 6 مساء، فهذا يعني أن القمر والشمس سيغيبان في غرب الولايات المتحدة بعد 14 ساعة ونصف من حدوث الاقتران. ما الفرق إذن بين قدرتنا على مشاهدة الهلال الجديد في مكة المكرمة ومشاهدته في ولاية كاليفورنيا أو مشاهدته في اليابان؟ عندما حصل الاقتران في الساعة 11:30 قبل الظهر بتوقيت غرينتش، كانت الساعة في اليابان 8:30 مساء من يوم الأحد، وكانت الشمس قد غابت في اليابان وقتها، وغاب معها القمر، فهما قد غابا في اليابان قبل أن يحصل الاقتران أصلا، وعلى ساكن اليابان الانتظار لمشاهدة الهلال لمدة 21:30، وذلك بعد غياب الشمس في ذلك اليوم التالي يوم الاثنين. بينما في غرب الولايات المتحدة والتي حصل الاقتران عندما كانت الساعة فيها 6:30 من صباح يوم الأحد، فما على الراصد فيها إلا أن ينتظر 14:30 لتغيب الشمس ويغيب من ورائها القمر في نفس اليوم الأحد. وفي مكة المكرمة عظم الله بيتها وشرفه، سيغيب الهلال الجديد والشمس بعد حوالي 3:30، أي أن الراصد من اليابان لن يرى الهلال إلا يوم الاثنين، والراصد في غرب الولايات المتحدة فيمكنه رؤية الهلال بالآلات البصرية في نفس اليوم الأحد، وقد تمكن رؤيته بالعين المجردة في ظروف مواتية. والراصد من مكة المكرمة وما حولها لن يتمكن من رؤية الهلال رغم حدوث الاقتران وحتى بعد مرور بضع ساعات على حصوله، لأسباب سنذكرها في حلقة قادمة إن شاء الله. وليس أدل على عدم القدرة على رؤية الهلال رغم وجوده في السماء وقد تم الاقتران أنك لا تستطيع أن ترى القمر وأنت تعرف مكانه عيانا بعد كسوف الشمس، لأنه هو القمر من كسفها، فإذا انتهى الكسوف اختفى القمر، وقد لا يرى إلا في اليوم التالي هلالا بعد مغيب الشمس. يغرب القمر في أول يوم من أيام الشهر القمري بعد الشمس، ثم يبدأ بالتأخر في غروبه وشروقه، فتغرب الشمس ثم يغرب القمر، وتغرب الشمس ثم يغرب القمر متأخرا في كل يوم 50 دقيقة تقريبا. هذا شروق القمر والشمس عند الساعة 6 تقريبا من صباح اليوم 6 من شهر أكتوبر عام 2002 في مدينة أبها في المملكة العربية السعودية، وهو يوم 29 من رجب الفرد عام 1423. لقد أشرق القمر قبل الشمس، وبعد حوالي 9:30 يبدأ الاقتران، ونشاهد الاقتران قد تم. لقد أشرق القمر قبل الشمس وحصل الاقتران وتحرك القمر إلى الجهة المقابلة من الشمس، وهو الآن يغيب معها أو بعدها بزمن بسيط، ورؤية هلال في هذه الحالة غير ممكنة. وفي اليوم التالي نلاحظ مقدار ارتفاع الشمس عن الأفق قبل أن يشرق القمر، كما نشاهد غيابها قبله بحوالي 1 ساعة كاملة، وهو الآن خط منير دقيق يبعث في النفس بهجة، هلال وخلق جديد. ويوما بعد يوم يتأخر شروق القمر وغروبه حتى إذا اكتمل بدرا أشرق في نفس الوقت الذي تغيب فيه الشمس تقريبا. وبعد أيام وما زال شروقه وغروبه يتأخران حتى إذا أصبح يشرق في الساعة 3 صباحا
بدا وكأنه يشرق قبل الشمس، وإنما ذلك لتأخره يوما بعد يوم حتى اقترب منها من الجهة المقابلة، ليكون الاقتران وبداية خلق جديد وهلال خير آخر. الاقتران هو الأمر الأساسي والواجب الحدوث لظهور هلال شهر جديد. وهناك عوامل أخرى لها دور أساسي ومهم في إمكانية رؤية الهلال أو عدمها في اليوم الأول بعد الاقتران، وسنتحدث عنها في حلقة نفردها للتوسع في موضوع معايير رؤية الهلال. بعد الاقتران وكلما ابتعد القمر عن الشمس زادت الزاوية بين القمر والأرض والشمس، ورأى الناظر من الأرض أكثر فأكثر من وجه القمر المضيء. ولو كان القمر مشعا من ذاته مثل الشمس والنجوم لما كان هناك بدر ولا هلال ولا تربيع، فإننا كنا سنرى القمر في كل أوقاته مشعا مضيئا لأن نوره ينبعث منه، ولكن ضوء القمر هو انعكاس لضوء الشمس، وموقع القمر من الأرض ومن الشمس هو الذي يحدد لنا ما نرى من وجهه المنير هلالا كان أو بدرا أو تربيعا. كان هذا لقاء طيبا آخر معكم بإذن الله، وإلى حلقة أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.